مساءكم سعيد، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أدرك جيدا حجم الغليان الذي يعيشه أبناء شعبنا سواء في الداخل أو في الخارج بسبب محاولة التحايل هذه التي ظهرت علينا منذ حوالي ساعة من الآن، عندما طل علينا من يسمى مدير حملة المرشح عبد العزيز بوتفليقة ليتلو علينا نص رسالة لا نعرف من كتبها ولا نصدقها ولا نصدق مضمونها. طبعا أنا لم آتي لكي أناقش مضمون الرسالة، لأن الأمر مضحك جدا ومؤسف جدا أن يصل بنا الأمر إلى هذه الدرجة، ولكن جئت لكي أقسمكم هذه الآلام وهذه الآلام كذلك. جئت لكي نشد على أيدي بعضنا البعض ونقول لبعضنا لا يجب أن نستسلم، ولا يجب أن نضيع هذه الفرصة، فرصة هبة تاريخية لم يسبق لها مثيل لا في الجزائر ولا في خارج الجزائر، لا في العالم الثالث ولا في العالم الأول أو الرابع. أعتقد بأن من مساوئ أو محاسن بوتفليقة، أو نعم من محاسن بوتفليقة الوحيدة، هو أنه استطاع أن يجمع كل هذا الشعب الجزائري بكل أطيافه بكل اختلافه، أن يجمعه حول كلمة واحدة. خرج مرتان، سيخرج الثالثة والرابعة والخامسة إلى أن نسقط الخامسة. طبعا قلت من محاسن أنه جمع الشعب الجزائري على قلب رجل واحد وعلى كلمة واحد واحدة، هي ليس هناك عهدة خامسة أو عهدة أبدية تبقي أو تنهي ما تبقى من هذه الجزائر. لم أتي ليطل عليكم في هذا النقل المباشر لكي أناقش الرسالة، ولو أنه صعب أن نصدق بأنها من الرئيس، وصعب أن نصدق بأن الرئيس يعرف هذا الذي يحدث في وطنه. وبعدين ولا واحد فينا يعرف أين هو الرئيس. هل يعقل أن آخر أجل لتقديم الترشيحات يكون اليوم بعد حوالي ساعة من الآن في بالتوقيت الجزائر، ولا نعرف أين هو رئيسنا، ولا يتقدم للمجلس الدستوري لكي يقدم ملفه، ولا يخاطبنا، لا يزال يخاطبنا بالرسائل إن كان هو الذي يخاطب. قلت أنا لم أأتي لكي أناقش مضمون الرسالة لأنه مضحك ومبكي في نفس الوقت، مضحك عليه ومبكي بالنسبة إلينا. هذا أعتبره سوء خاتمة بالنسبة للسيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ترأسنا على مدى 20 عاما. كانت 20 عام من الأكاذيب، وعشرين عام من التحايل، وعشرين سنة من مش حاب نقول كلمات مؤسفة ومخجلة جدا، لأنه في نهاية المطاف هو منا، لأنه في نهاية المطاف هو رئيسنا شئنا أم أبينا. أي نعم ضحك علينا العالم، أي نعم شعب الجزائر تبرأ تقريبا من كل هذه الممارسات، تقريبا تبرأ من رئيسه وتبرأ من هذه الجماعة بأسف كبير جدا، لأنه لا يمكن لشعب أن يخرج بهذا الشكل كله ليقول كلمة واحدة لا نريدك، لا نريد استمرارك. هم قالوا لا نريد العهد الخامسة، ولكن في مضمونها وفي محتواها هم يقولون لا نريدك يا بوتفليقة، لا نريد جماعتك، لا نريد سياستك، لا نريد نرجسيتك، لا نريد عظمتك، لأن العظمة لله، عندك جنون عظمة وما زلت مصر على أنك تترشح رغم أننا لا نعرف أين أنت، رغم أننا لم نسمعك، رغم أننا لم نراك ويمكن أننا لن نراك، ما زلت رغم ذلك تصر على الترشح وتعدنا بتنظيم. معقول هذا الأمر أنه واحد يترشح لمنصب رئيس جمهورية في برنامجه يعد بأنه ينظم انتخابات رئاسية مسبقة، يعدنا بأن يعيد الدستور، يعيد تعديل الدستور للمرة الخامسة حتى صار مسودة مثل ما يقول أولادنا. هل يعقل أن يغير الدستور 5 مرات؟ ألم تقول بأن هذا الدستور هو أمر مقدس بالنسبة لأي بلد؟ لماذا تغيره؟ لأنه ليس كما ينبغي، أنت سبب. يعدنا بتغيير الدستور، يعدنا بتنظيم انتخابات رئاسية بندوة وطنية لا يحضرها حتى هو، يعدنا مش عارف. أنا حبيت نقول للشعب الجزائري بأنه لا يجب أن تفقد الأمل، صدقوني بأن النصر قريب، لا يجب أن نفقد الأمل ولا يجب أن نتهور ولا يجب أن
نجعلهم أن نتركهم يستفزوننا، لأن بمثل هكذا أفعالهم بصدد استفزازنا، حتى ربما نخرج إلى الشارع بعنف، سنخرج إلى الشارع، قد يقود قد يؤدي بنا الأمر إلى إضراب عام، إلى عدم الخروج من بيوتنا. المهم أن العالم يسمع وكل الجزائريين يعرفون بأننا لا نرضى بالذل، بأننا لا نرضى ببوتفليقة لا اليوم ولا غدا، وبأنها ستكون صفحة وسنمزقها تماما، لن نقلبها وإنما سنمزقها، لأنها واحدة من فترات السوداء التي عاشتها الجزائر. تقولوا ليش بأنه كاين فيها أشياء إيجابية؟ الأشياء الإيجابية يعود فيها الفضل لله سبحانه وتبارك وتعالى، الأشياء الإيجابية يعود فيها الفضل للشعب هذا الصبور، الأشياء الإيجابية يعود فيها الفضل لأسعار البترول التي ارتفعت إلى 150 دولار للبرميل الواحد في عهد بوتفليقة. طبعا أنا لن أعود للحديث عن الألف مليار دولار، ولن أعود للحديث عن كل الخبائث، ولن أعود للحديث عن تدهور الفرد الجزائري والمجتمع الجزائري، عن تدهور القيم والأخلاق، وعن تغول رجال المال الذين صاروا ينصبون الوزراء والسفراء ويستقبلون الوزراء والسفراء ويقررون في أماكن الساسة. لن أتحدث عن جمهورية فيها الوزير لا يقدر على تغيير السكرتيرة نتاعه. لا أريد أن أتحدث عن وزراء جمهورية، مع احترامي للبعض كان يقول عندهم رئيس الجمهورية قال هل إذا قلنا أنا ما عنديش وزراء، عندي مدراء مكاتب، شيف دو بيرو حبي أقصد، يعني إهانة كبيرة جدا بالنسبة للرجال الذين أحاطوا به والذين لا يزالون يحيطون به. رسالتي باختصار، أنا نحاول نقرأ الكثير من ردودكم، حبيت نخفف عليكم ونخفف على نفسي، لأنه ستقول الإنسان لم يقدر لا على الأكل ولا على النوم، ويجب أن يفكر ماذا يفعل. جاتني مجرد أفكار هكذا بسرعة. الأفكار الأساسية هو أنه يجب أن نحافظ على معنوياتنا أولا، يجب أن نحافظ على سلمية وحضارة هذا الذي نقوم به لحد الآن، والذي أبهر العالم بأسره في كل مكان، كل الناس يقولون برافو عليكم، هذا شعب الجزائر الذين كنا نحلم به ونأمله. حسنة بوتفليقة إن شاء الله نحافظ عليها، اللي هي أنه قدر يوحد هذا الشعب الجزائري بكل أطيافه على كلمة واحدة كانت في البداية لا للعهد الخامسة. أعتقد بأنه بعد هذا الاستفزاز الذي حدث اليوم يجب أن نصعد من مطالبنا، دائما أكد بطريقة سلمية وحضارية، لأنه لو لم نتبع هذه الطريقة سيكون الأمر في صالحهم، سيعلنون حالة الطوارئ، سيؤجلون الانتخابات، ولو أننا نحن مع تأجيل الانتخابات ستكون لديهم الوقت لتحضير خليفته، لأن بوتفليقة بمكره لا يريد مصلحة الجزائر بقدر ما يريد أن يضمن ما بعد بوتفليقة بأن يهيئ لنا واحد سيكون خليفته يزور له الانتخابات ويصبح هو الرئيس المقبل. قلت بأن رسالتي هي حافظوا على توازنكم، حافظوا على رزانتكم، حافظوا على أعصابكم، أنا أعرف جيدا لأنني أعاني من نفس الشيء رفقتكم، وبعدها سنقرر. أعقيد بأنه من خلال هذه الليلة وغدا ستخمر الكثير من الأفكار، أكيد سنخرج إلى الشارع الجمعة المقبل من وجهة نظري، أكيد أننا سنرفع من سقف المطالب، أكيد سنقول لا للانتخابات المزورة، أكيد سنقول سنستعد للتفكير في إضراب عام يشل كل القطاعات في الجزائر ليوم واحد ليومين لثلاثة، المهم أن العالم يسمع. قد نبقى في بيوتنا لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة حتى نبتعد عن الاستفزاز وحتى يسمع العالم ويعرف قدرة وعظمة هذا الشعب الجزائري على تغيير الأشياء من دون أن تسيل قطرة دم واحدة. نعم، من دون أن تسيل قطرة دم واحدة. من يعتقد بأننا سنخسر يجب أن يعرف ويجب أن يعلم بأن الجزائر وشعبها أبدا لن يخسروا بالقدر الذي خسروا به في عهد بوتفليقة، وأبدا لن يخسروا أكثر مما سيخسرون لو بقي بوتفليقة رئيسا حتى لأسبوع واحد، وليس فقط لسنة أو لسنتين أو لعهدة خامسة. السؤال المطروح مرة أخرى لمن لا يزالون يؤمنون قناعة أو طمعا في 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 هذه الدنيا، أين هو بوتفليقة اليوم؟ هل يعقل أنه يقدم مرشح لرئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هذه الجمهورية، هذه الجزائر العظيمة اللي ضحاوا عليها رجال، أنه يترشح لها ويفوز بها رجل لا نسمعه ولا نشاهده، لا يقف، لا يتكلم، لا يستطيع حتى أن يجلس. عافاك الله، والله العظيم الجزائر عمره ما يتشفى، لأنه كل واحد فينا قد يكون معرض لنا.
ولكن الأمر يتعلق بالجزائر يا سيدي المحترم. هذه جزائر، روح اختينا من فضلك، اختينا وخلي الشعب الجزائري يخير، وخلي الشعب الجزائري ياخذ القرار، وخلي الشعب الجزائري ينتقل إلى الجمهورية الثانية التي تتحدث عنها في رسالتك. أنت كان عندك 20 سنة ما عملتناش نصف جمهورية، فكيف تقودنا إلى جمهورية ثانية؟ بعد 20 سنة ما عملت ولا شيء، تريد أن تعمل في 6 أشهر، تريد أن تغير الدستور وتحضر انتخابات رئاسية وتعمل ندوة وطنية وتنتقل إلى الجمهورية الثانية. أنا أشك بأن بوتفليقة يقول مثل هالكلام، يعني بكل عيوبه ولكن عنده شوية ذكاء يخليه لا يقول مثل هذا الكلام. أنا في تصوري ما زلت أقول، أنا من 5 سنوات وأنا أقول بوتفليقة مختطف. اليوم تأكد بأن بوتفليقة فعلا مختطف، هو يتحمل المسؤولية. مش معناه مختطف معناه روحوا نسلكوه وهو مظلوم، لا، هو مختطف لأنه يتحمل هذه المسؤولية. كانت له فرص كثيرة جدا لكي يعود، كانت له فرص كثيرة جدا لكي يتركنا لحالنا ويترك هذا الشعب يبني مستقبله لحاله. البارحة أو اليوم عندك 82 سنة، الجيل اللي عمره 30 سنة اليوم، كما قريت واحد الشاب يقول، عشت 10 سنين إرهاب وعشرين سنة بوتفليقة، صرت رديف لعشر سنوات إرهاب يا بوتفليقة. أنا شخصيا أشد الكارهين والحاقدين عليك لم يكونوا يتمنون لك نهاية مثل هذه. ولكن نروح كلنا في 60 داهية إلا الجزائر يا بوتفليقة، نروح كلنا في 60 داهية إلا الجماعة المحيطة بالرئيس بوتفليقة بما في ذلك الشقيق الذي اختطف الرئيس واختطف الدولة واختطف المؤسسات وتحالف مع فرنسا في فالدوغراس من أجل تحطيم مؤسسة الجيش ومن أجل تحطيم رجال الجمهورية الجزائرية في كل المجالات. أعطوني رجل واحد، مع احترامي للقلة، أعطوني رجل واحد محترم مع احترامي للبعض عينه بوتفليقة أو صفق له بوتفليقة أو ذكره بخير بوتفليقة. بوتفليقة عنده جهنون العظمة، أنا وبعد الطوفان، وأنا متأكد بأنه لا يريد الخير للجزائر بعد رحيله، حتى يبقى كل الشعب الجزائري يقول آه أيام بوتفليقة أفضل. لن تكون الأيام التي تأتي بعد بوتفليقة أسوأ مما عشناها لحد الآن، خاصة مع هذا الجو المشحون الذي نعيشه. أمهاتنا وإخواننا وبناتنا وأولادنا يبكيوا، الناس ما رقدتش، الناس ما يشت تتعشى، ما يشت تأكل، ويجي يستهزأ بنا يقولنا أعطوني فرصة أنني انتخبوني بعد باش نعمل لكم انتخابات رئاسية مسبق. هل معقول؟ هل هذا الكلام كان يقوله بوتفليقة السنة الماضية؟ تأكدوا بأنه بعد يومين سيقول كلام آخر، سيضطر لي يقول كلام آخر، بعد أسبوع سيضطر لي كي يقول كلام آخر، وبعد 10 أيام سيكون في خبر كان. تذكروا جيدا بوتفليقة العنجهي النرجسي، بوتفليقة الذي قلت عنده جنون العظمة، لم يكن يسمع بنا من قبل، لم يكن يسمع بأي شيء، لا يقرأ لا جرائد ولا يشوف تلفزيون ولا يعطي اعتبار لأي جزائري. اليوم إن كان هو الذي بوتفليقة أو المحيطين، المهم الجماعة كما نسميها الجماعة، اليوم بدأت تخضع وبدأت تتراجع نوعا ما. وين كنا وين صرنا؟ قالك الآن خلاص هذا النصف عهدة وبعدين ننظم كل شيء. نحن نقول لك لا يا بوتفليقة، نحن نقول للجماعة لا يا بوتفليقة. الشعب الجزائري من هنا إلى غاية الليل أو غدا صباحا ستتضح الرؤية أكثر فأكثر، وسنقاسمكم وسنتقاسم شويا وسنشارككم القرارات التي سيتخذها الرجال في هذا الوطن من أجل حمايته مرة أخرى من دون أن تسيل أي قطرة دم. لا تستفزوهم ولا تجعلونهم يستفزونكم، عودوا دائما حطوا في أذهانكم وفي بالكم بأن رجال الشرطة ورجال الأمن في الجزائر هم أولادنا وهم منا وهم لنا، هم سند لنا وليسوا أعدائنا. جزائريون لم ولن يخرجوا ضد رجال الأمن في الجزائر، ولن يخرجوا ضد أي أحد، وإنما سيخرجون وينتفضون بين قوسين ويحتجون وينادون تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. صدقوني أنا لم أحضر نفسي كما ينبغي في هذا النقل المباشر الذي أقوم به لأول مرة للحديث عن شؤون بلدي بهذا الشكل. لو لاحظتم أننا في كل 5 دقائق، في كل 10 دقائق، في كل نص ساعة صرنا نكتب ونعلق ونقرأ ونسمع الكثير من الأوجاع والألام لشعبنا ولشبابنا في الداخل وفي الخارج. الصور اللي صنعناها كانت رائعة جدا، الصور اللي صنعناها ما تخلوهاش تروح هكذا عبثا، لأنه لو ضيعنا هذه الفرصة لن تقوم للجزائر قائمة. أعتقد بأن هذا التجنيد الجماهيري والشعبي الكبير جدا
هو واحد من المكاسب الكبيرة جدا خلال الأيام القليلة الماضية، والتي يجب أن نحافظ عليها ويجب أن ندعمها ويجب أن نخفي كل اختلالاتنا وكل اختلافاتنا من أجل غاية واحدة، هي إنقاذ الجزائر من أيدي العصابة. إن شاء الله تكون الأفكار اللي قلتها يتقاسموني فيها الكثير من أبناء بلدي، حتى ولو اختلفنا في التفاصيل وفي الجزئيات، ولكن أنا متأكد بأن الغاية بالنسبة إلينا ستبقى واحدة، هي إنقاذ الجزائر ثم إنقاذ الجزائر ثم إنقاذ الجزائر، من دون أن تسيل قطرة دم واحدة. إنقاذ الجزائر من أجل تهيئتها للجيل الصاعد لكي يبنيها كما يريد، يبنيها بالحب ويبنيها بالعدل، ولا يبنيها بالحقد وبالكراهية وبالجهوية المقيتة التي عشناها لمدة 20 سنة من الزمن، وتركت من دون شك الكثير من الآثار على شعبنا وعلى بلدنا. للأسف صرنا أضحوكة في العالم، للأسف دبلوماسيا وسياسيا وعالميا لم يعد للجزائر أي صوت تماما. يكذبون علينا وزير خارجية عندما يقول لنا بأن الجزائر قامت وفعلت، ولا واحد يعطينا أي اعتبار. سألوا سفراءنا الموجودين في كل بقاع الدنيا، ولا واحد يقيمهم، ولا واحد يتواصل معهم، ولا يتواصلون بأي حد، حتى هما خجلانين. صدقوني بأن الأمور مؤسفة وكئيبة جدا بالنسبة لبلد من حجم الجزائر. صار العالم ويسير من دونه حتى فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بنا والخاصة بجيراننا وبما يحيط بنا في الحدود الجزائرية. العالم صار يسير من دوننا، يجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى ونصنع نحن العالم بعدما نصنع الجزائر. شكرا لكم مرة أخرى، مودتي وتقديري، وصيتي لكم إخواني وأعزائي في كل مكان، صبر صبر صبر، ولكن لا تيأسوا ولا تفجلوا ولا تفشلوا ولا تخجلوا مما تفعلونه. من هنا إلى الغد بإذن الله ستتضح الكثير من الأمور. الأكيد أن شعب الجزائري قال كلمته، جزائر بعد 22 فبراير لن تكون كما جزائر 22 فبراير. جزائر بوتفليقة انتهت، جزائر ما بعد بوتفليقة بدأت. السلام عليكم.